لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الصفاقسي والتتويج الاخير كان مع الرجاء الرياضي المغربي. هذه كره محاوله خطيره. جول 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 جول. الله 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 الله. قلعه الاجداد والسيناريو يعاد. ايمن الحرزي لاعب الشبيبه القيروانيه السابقه يضفي صبغه اخرى على هذه المباراه. لكن يتدخل دفاع النادي الصفاقسي والانفراد من فراس شوات مع يعقوب شوات. يهرب يهرب يعدي يهرب هرب 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 هرب, هرب شوات. لكن الكره وتتحول بسرعه. كره ملعوبه من جهه اليسار. التمهيد كره الى ايمن الحرزي. حرزي ايمن الحرزي اربعه ضد ثلاثه. الحرزي ينتظر المساندة من حمزه متلوثي. المتلوثي على مستوى التوزيع. جول 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 جول. بالو في راس بالراس شواد. الهدف الثاني للنادي الرياضي. بطولة دائما تكون مميزة مشوقة. هذه كرة مرعوبة. وكاريشا ماذا يعلم؟ بينالتي ضربة جزاء. يا له من سيناريو، يا له من حوار، يا لها من مباراة. الله هذه العودة. الله على ضربة جزاء على منعرج آخر في المباراة جهاد كاريشا. بينالتي للنادي الرياضي الصفاقسي. اي سيناريو، اي سيناريو، اي معطى في المباراة في 67 دقيقة لعب. هذه العملية، هذه الكرة. الخبره. شوات يسجل، شوات يسجل.